علشان تبقى عبء على الطلاب، ولكن عشان تساعدهم بطرق متنوعه على الهدف اللي هو فهم ايه المطلوب. فعملنا اتحنا جهاز التابلت للطلاب اساسا للوصول الى المحتوى الاضافي اللي اتحضر علشان نساعد الولاد على الفهم عشان نقدر نرد على الاسئله الجديده. واتحنا مواد تعليميه رقميا على عن طريق محتوى تفاعلي من مصادر كتيره جدا نستعرضها مع بعض. من السنتين اللي فاتوا كنا بنحاول ننصح بالاعتماد على هذه المصادر اكتر من اي شيء تاني، المصادر اللي الوزارة بتحضرها. تعالوا نشوف مع بعض طيب ايه المصادر الموجودة، لان لو لسه الولاد بيحضروا لسه قدامهم اسابيع. النصيحة بتاعتنا هي اللجوء عشان نفهم اهداف كل درس في كل مادة. احنا محضرين حاجات كتير قوي، يعني اولها مثلا منصة ادارة التعلم اللي على بنك المعرفة اللي موجودة متاحة لكل طالب مع تابلت او طالب معهوش تابلت ويقدر يخش على الانترنت هيلاقي كل المصادر الرقمية المتاحة في صورة فيديوهات، نصوص، اسئلة تفاعلية، تدريبات ومراجعات، نماذج استرشادية، مقاطع صوتية، كل ده موجود. وموجود من مصادر كبيرة جدا زي بريتانيكا، زي نهضة مصر، زي وولفرام، نجوى، ديسكفري، يورك بريس. كل ده معمول للمساعدة، مش عشان نحفظه ومش عشان في أسئلة ساعات بتيجي هو احنا هنذاكر من الكتاب ولا من بنك المعرفة. السؤال ده أصلا سؤال غلط، احنا هنذاكر من الحتة اللي تفهمني الدرس ده عاوز يقول ايه. لو فهمته من الكتاب كان بها، لو فهمته ما لقيت الكتاب مش قادر افهم اروح هنا يمكن الاقي حاجة تساعدني، بس مش اسمه مقرر او مش مقرر. احنا بندي حاجة للمساعدة، حاجة اضافية. طيب الحاجات الموجودة على منصة إدارة التعلم فقط تم بنائها لخدمة الشعبة العلمية والشعبة الأدبية وبلغات كتير. الكلام ده موجود بالعربي وبالإنجليزي وبالفرنساوي عشان مدارس اللغات. هنا كل ناشر بريتانيكا حتى الجبر والاستاتيكا، وولفرام حتى كيمياء، هندسة فراغية، جيولوجيا، نجوى شاطرين في الفيزياء والديناميكا والإحصاء، ديسكفري في الأحياء والتفاضل، وهكذا. كل المحتوى ده معمول لهدف واحد، المساعدة على فهم كل درس قصده إيه، أفهمه إزاي. لو فهمته من أي واحد فيهم خلاص نقفل الكتاب، إحنا خلصنا كده، كده هنحل أي سؤال في هذا الموضوع. طيب ما اكتفيناش بهذا القدر، في منصة اسمها منصة حصص مصر موجودة، فيها أفضل الأساتذة وفيها مراجعات وفيها نماذج استرشادية بالإضافة للي اتعمل على بنك المعرفة. هنا احنا تعاوننا مع كل اللي كانوا بيعملوا لكم الكتب الخارجية، المعاصر والامتحان والأضواء ونجوى والمنتور، كل الناس دي حطت جهدها مع المركز القومي للامتحانات عشان نعمل لكم المنصة بتاعت حصص مصر. ونشكر الشركاء الاستراتيجيين البنك الأهلي وبنك مصر اللي تكفلوا بالتكلفة عشان نقدر نقدم الخدمة دي مجانيا لولادنا قبل الامتحانات. فالعنوان أو الرابط بتاع حصص مصر موجود هنا. فكده بقى عندنا مصدر على بنك المعرفة وعندنا مصدر على حصص مصر. طيب بالإضافة لكل دول ما اكتفيناش بهذا القدر. اللي مش قادر يوصل للإنترنت لأي سبب من الأسباب رغم وجود التابلت معاهم، وولادنا طلاب المنازل عاوزين نتيح لهم كمان مصادر إضافية، فعملنا قنوات تلفزيونية. مدرستنا 2 مركزة على مراجعات الثانوية العامة، ده التردد وده المعامل الترميز اللي عاوزين نوصل بيه للقناة، وكمان اللي بيتذاع على القناة مسجل على رابط على يوتيوب. فكل المراجعات اللي بتحصل على مدرستنا 2، واعتقد بننصح حضراتكم باللجوء لواحده من دول او ليهم كلهم لو انا عندي وقت. مدرستنا 2 مع حصص مصر مع المنصه اللي على بنك المعرفه مع حاجه اسمها البث المباشر من موقع الوزاره، يبقوا 4 حاجات كامله بتخدم نظام الاسئله اللي هو محور التطوير. ف حاولنا نقول ده مرارا وتكرارا، وبنعلنه على صفحتنا، على صفحة الوزارة، على فيسبوك وعلى الانستجرام وعلى كل حاجة. كل يوم
في حصة بنعلن عنها وجدول الحصص، فيا ريت في الفترة القادمة حضراتكم ما تلجأوش لأي مصدر آخر غير الحاجات دي. الحاجات دي بتصب في نوعية الامتحان الجديد ده من حيث التحضير للامتحان. طيب نتكلم على الامتحان نفسه. كان في طبعا مخاوف كتيرة جدا من فكرة وجود الامتحان، يعني احنا قلنا التابلت احنا جايبينها اصلا عشان نصل بيها للمحتوى ده ونذاكر منها، وكمان عشان نقدر نؤدي الامتحان بشكل الكتروني يوفر علينا مشاكل في التسريب وفي التصحيح وفي اخطاء التصحيح وكده. طبعا كان في تخوف كبير من مسائل خاصة بالشبكات وبالسيرفرز، وده خد اهتمامنا بعيد عن القضية الأصلية. القضية الأصلية هي التحضير للأسئلة دي. ولكن عشان نريح حضراتكم، واحنا كنا قلنا قبل كده ان قرارات الثانوية العامة كلها قرارات دولة بالكامل، وحضراتكم شفتوا السيد الرئيس بنفسه يقف على كل هذه التفاصيل، ودولة رئيس الوزراء وزملائي في الاتصالات وفي الصحة عشان الإجراءات الاحترازية، وزملائي في التعليم العالي، وكلنا مع بعض بناخد هذه القرارات. احنا هنا عشان نريح الجميع أتحنا أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية، وكمان هندي نسخة ورقية من الأسئلة ونسخة ورقية اسمها البابل شيت عشان نحط إجاباتنا عليها. عندنا كده نظامين متوازيين نختار منهم علشان كل اللي خايف من حاجة نزيل المخاوف دي خالص، وما نقعدش نفكر في إيه اللي ممكن يمشي غلط، الكهرباء تقطع، السيرفر مش عارف إيه، الشبكة، خلاص احنا مش عاوزين نقلق على الكلام ده خالص. فاحنا هننسى طريقة الأداء ونفكر في الأسئلة، ده الهدف بتاعنا أو النصيحة يعني. طيب هنعمل ايه عشان برضو في ناس متلخبطة؟ احنا هنخش الامتحان ان شاء الله، وهنجرب على فكرة اللي انتوا شايفينه ده في الامتحان بتاع يونيو قبل كمان الامتحان النهائي. كده هنوزع على كل طالب كراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت. البابل شيت ده وسيلة ان اسجل فيها اجاباتي، في نفس الوقت الطالب النظامي معاه التابلت وقاعد جوه المدرسة مش هيستخدم انترنت باي حال من الاحوال، هيستخدم الخادم اللي في المدرسة للوصول الى نفس الامتحان اللي جاله ورقيا. طيب مفروض نعمل ايه؟ مفروض نكتب اسمنا على البابل شيت وننقل المعلومات اللي موجودة على ورقة الاسئلة على البابل شيت كاني بكتب اسمي عادي خالص في اي ورقة امتحان، وفي نفس الوقت أدخل أفتح الامتحان على التابلت. الطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة سواء من التابلت أو من الورقة اللي يريحه. إحنا بننصح الطالب أنه أول ما يحس أنه هو جاهز لحل أي سؤال يسجل إجابته على البابل شيت، يسود الدائرة المناسبة لإجابته، وقبل ما يسيب السؤال ده يروح حاطط نفس الإجابة على التابلت. وهقول لحضراتكم ليه هنمشي كده، عاوز يحطها على التابلت الاول وبعدين يحطها على البابل شيت، ده اختياره. من حيث الوقت، وهندخل في موضوع الوقت والأسئلة، احنا مدين وقت محسوب الوقت المطلوب لطلبة الطلاب النظاميين انهم يعني يكتبوا هنا وهنا، الوقت هيبقى كافي جدا لهذا غير وقت الأسئلة نفسه. احنا عاملين وقت اضافي ان انا لو عاوز املى الإجابة في مكانين، لما املى الاجابه في مكانين هيبقى عندنا احنا كوزاره نسختين من الاجابه، لو حصل مشكله في اي واحد فيهم عندي حاجه ارجع لها. فده تامين للطلاب، زي موجود نسختين من الاسئله تامين، ما حدش بقى يقلق من الاسئله على التابلت حصل فيها مشكله، لا انا عندي الاسئله الورقيه برضو. والاجابه نفس الشيء، لو الاجابه انا سجلتها في المكانين فانا حميت نفسي لو حصل مشكله في تسجيل اجابتي الورقيه. بعض الطلاب ممكن كلنا واحنا بنمتحن ممكن نبقى مترددين او سؤال احتار فيه فاجاوبه وبعدين بعد شويه ابص فيه تاني واغير رايي، اقول هغيره. تغيير رايي على البابل شيت اصعب شويه لاني هشطب وهكتب تاني وهتلخبط، فهقلق دلوقتي يمكن المصحح او السيستم ما يشوفش اجابتي زي ما انا عاوز. عشان كده وجود اجابه لنفس السؤال على التابلت هتبقى ما فيهاش المشكله بتاعت الشطب وكده. فاحنا بننصح بوجود الاجابه على الاثنين، ودي حاجه تامين اضافي، يعني زي ما الاسئله مؤمنه مرتين ممكن الاجابات تبقى مؤمنه مرتين. انا ادخل على التابلت وافتح الامتحان انا كده سجلت حضور الكتروني، اتعرف ان الطالب ده حضر ودخل الباسورد بتاعته. زمان
قبل ما نستخدم التكنولوجيا كان في حد مع كشف اسمه كشف المناداه، بينادي الطلاب وبيسجل حضورهم. الدخول على التابلت بيعمل لك حاجتين، بيسجل حضورك رسميا انك دخلت الامتحان، وبيديك تأمين إضافي لتسجيل درجاتك يعتد بيه لو في أزمة في تسجيل إجاباتك اللي على البابل شيت. طيب نتكلم على قضية برضو مهمة جدا الناس بتسأل فيها، خاصة بالأسئلة وبزمن الامتحان، ودي أنا عاوز أوضحها الحقيقة. إحنا زي ما اتفقنا هنقرأ الأسئلة، هختار أنا في سؤال نمرة 3 بشوف سؤال نمرة 3 فين وبسود الاختيار اللي أنا عاوزه، الإجابة اللي أنا عاوزها. لو في نفس اللحظة قبل ما أنسى رحت عامل كده على التابلت يبقى أنا أمنت نفسي في الحتة دي. إحنا هنبقى فيه مدام في كراسة أسئلة، مش هنقلق على وجود ورق إضافي متدبس في ورقة أسئلة عشان نعمل فيه الخطوات لو احتاجنا نعمل خطوات. طبعا كده احنا متأمنين بقى من أي انقطاع للكهرباء، أي مشكلة في الخوادم، وهنتيح زي ما قلنا وقت كافي للطلاب إنها تملى الاتنين لو أرادوا ذلك. احنا بننصح بده لأنه ده تأمين. لو حد سألنا هو اختياري ولا إجباري، لا هو اختياري. أنا بحاول أشرح لحضراتكم ليه بنرشح انكم تعملوا الاثنين، لان ده هيفيدنا لو في اي مشكله بعد كده. التصحيح، احنا اخترنا ليه البابل شيت؟ زمان كنا بنوزع الاسئله والناس بتكتب الاجابه على نفس الكراسه، ده بيتصلح يدوي. البابل شيت بيتصلح الكتروني، يعني الشيتس اللي الولاد بتملاها دي بتخش في سكانر وبعد كده كمبيوتر هو اللي بيصلح، يبقى الدفعه كلها هيحصل لها سواء طلاب نظاميين او منازل أو بعيدوا السنة نفس التصحيح الإلكتروني للدفعة كلها، ده ما فيهوش عنصر بشري على الإطلاق، وبالتالي بيضمن العدالة الكاملة للطلاب. طيب موضوع بقى اللي هو في صلب الموضوع، ما دام احنا صلب الموضوع هو الأسئلة مش موضوع التابلت ولا ورقي، خلاص عدينا الجزء ده، نعمل إيه بقى في الأسئلة؟ تعالوا نشوف. احنا بناء الأسئلة اللي بتيجي في امتحان الثانويه العامه النهائي موضوع بياخد سنه من الشغل. كل سؤال من هذه الاسئله الجديده بيبقى وراه من 10 الى 12 من خبراء هذا العلم، مش شخص واحد، بيبقى فيه دوره كامله لبناء السؤال ومراجعته. السؤال مرفق معاه مستوى صعوبته، انه مخرج تعلم هو بيقيسه، والزمن اللي محتاج الطالب عشان يعمله. ده عمل علمي كامل، مستويات الصعوبة مصممة بوضوح شديد، والوقت مصمم للامتحان بأكمله. احنا ما بنعملش كده في الامتحانات التجريبية، لان الامتحانات التجريبية هدفها نديك اسئلة كتير عشان بس تتدرب عليها، مش ما نعملش اسقاط من الاسئلة بتاعت الامتحانات التجريبية على الامتحان النهائي. الامتحان النهائي الأسئلة فيه ومستويات صعوبتها محسوبة بدقة شديدة، ده أول حاجة. يبقى جودة الأسئلة زي ما قلنا بتتعمل بطريقة دقيقة جدا جدا، وبتقيس حاجات كتير، بتقيس الفهم والتطبيق والعمق، وكل واحد من دول له جزء من السؤال. فيه أسئلة للمستويات البسيطة المتوسطة ثم المستويات الأعلى. كلمة أسئلة تعجيزية وكلمة أسئلة من خارج المنهج. أبتدي بخارج المنهج عشان نصلح الأفكار، وعشان دي نقلة كبيرة قوي. المنهج مش كتاب المدرسة وما جاء فيه، المنهج هو إيه الدروس اللي مفروض أفهمها في المادة دي السنة دي اللي بنقول عليها مخرجات التعلم. يعني أنا في الأحياء مفروض أعرف الجهاز الهضمي وجهاز المناعة ومش عارف الجهاز الحركي مثلا، يعني ده مخرج التعلم. مخرج التعلم ده هفهمه بقى من الكتاب، من المصادر اللي قلناها. السؤال بيقيس فهم الموضوع ده. ناس كتير بتعتقد ان لما يجي السؤال هو ما شافوش في الكتاب يقول عليه خارج المنهج، لا ده اسمه خارج الكتاب. مفيش ولا سؤال دخل بنك الاسئله من خارج المنهج، الاسئله دي معموله من داخل المنهج. بتقيس مخرج بيعمل الأسئلة دي بخريطة دقيقة جدا جدا، بيعملها عشرات الأساتذة وبتتراجع عشرات المرات. فالسؤال ده ممكن يبقى
طب اللي جنبي الكلام ده ينطبق على الاعداديه النهارده وينطبق على الثانويه العامه وعلى اي امتحان. بنشوف بناخد عينات فيها عدد كافي من الطلبه، فيها 100 200، وبنصلحها تاني وبنتاكد ان السؤال ده من خلال اجابات الولاد في المستوى اللي احنا حطيناه له. لو لقينا لا ده اصعب مما حطيناه، احنا اللي هنظبط النتيجه لوحدنا. فانا عايزكم ما تقلقوش على القصه دي خالص، ما فيش حاجه اسمها اسئله تعجيزيه او من خارج المنهج. فهي مرتبطه تماما بنواتج التعلم من المنهج، بس ما هياش من الامثله اللي في الكتاب المدرسي. زي ما شفنا كمان في الاسئله التجريبيه، وحضر الولاد شافوا ده في اولى وثانيه وثالثه، ولسه عندنا جوله ثانيه في يونيو. طيب الكتاب المفتوح احنا قلنا هنسمح بدخول الكتاب، سواء جبنا كتاب قديم من بتوع الوزارة او طبعنا نسخة PDF، وقلنا متاح ان الطالب يكتب ملاحظاته هو فقط على هذا الكتاب، مش هندخل بملازم وحاجات اضافية، انما كتاب المدرسة ومذكراتي انا شخصيا عليه. مش هنسمح بقى بدخول اوراق تانية، ده الكلام ده متاح للطلبة النظاميين وطلبة المنازل، كل الطلبة هيدخلوا بالكتاب. فده open book exam او كتاب مفتوح. طيب نروح بقى الامتحان التجريبي اللي هنجرب فيه المفاهيم اللي احنا بنقولها، اللي هو هيتعمل ان شاء الله في شهر يونيو. كان له معاد مبدئي، بس احنا دلوقتي حددنا معاد بقى النهائي لهذا الامتحان. احنا عاملين الامتحان ده ليه بقى؟ الامتحان ده علشان نعرف اللجان اللي هنمتحن فيها، لان احنا هنمتحن الطلاب النظاميين في اللجان المجهزه تكنولوجيا، فبالتالي نعرف كل طالب اللجنه بتاعته ويحصل على رقم الجلوس. كمان تحديث اجهزه التابلت والحصول على الاسم وكلمه السر لمن لم يفعل ذلك. احنا كنا المفروض نعمل ده في الامتحانين اللي فاتوا، اللي لسه ما عملوش المفروض اخر فرصه نعمله. بنختبر لاخر مره كفاءه الخوادم والشبكات الداخليه، ما قلناش الانترنت. الولاد لازم تبقى عارفه ان جوه اللجنه مفيش انترنت من اي شكل او لون. المدرسه مقفوله على نفسها، يعني مش هدخل من المدرسه على جوجل، مش هطلع من التابلت على اي حاجه. التابلت مقفوله والسيم كارد مش هيشتغل في التابلت، اي سيم كارد مش هيشتغل في التابلت، لا بتاع الوزاره ولا فودافون ولا اي حاجه خالص. التابلت هتبقى مجرد عليها الامتحان واجاباته فقط، عشان نضمن العدالة بين طلبة النظاميين والمنازل. مفيش مصادر أخرى غير الكتاب المطبوع والتابلت، فأي محاولة إن أنا أغير في التابلت هيتم التعامل معها زي محاولات الغش بالظبط. بس أي حد خايف إن حد في جروبات غش بتعلن عن نفسها، الكلام ده مش هيحصل، إحنا قافلينها تماما من حيث الإنترنت. الهدف من الامتحان ده كمان أساسا بقى هو نمرة 4، التعرف تاني على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحاناتها والتوازن بين عدد الأسئلة والامتحان. وهننزل للولاد البابل شيت عشان ونزود في الوقت عشان يملى الاثنين زي ما اتفقنا، عشان نبقى مرتاحين للفكرة. الامتحانات دي تجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير لامتحان نهائي، وفرصة لطلاب المنازل والراسبين واللي مقسمين مواد لتجربة الأسئلة والبابل شيت. فإحنا دي أول مرة على فكرة نعمل امتحانات تجريبية، ده ثالث امتحان كده. نبقى اطمننا كلنا تقنيا، كل واحد على الجهاز بتاعه وعرف اللجنة بتاعته فين، يتعرف على البابل شيت. هنا كان عندنا اختيارين، لو هنعمل امتحان بنفس جدول الثانوية العامة ده ممكن يقعد مثلا أسبوعين، وده كتير جدا لأن الولاد عاوزة تذاكر للامتحان النهائي، وكتير جدا في أحوال كورونا كمان. فاحنا لقينا حل يؤدي الأغراض دي بطريقة يعني أكثر يعني أحسن من الحل الأولاني. الامتحان التجريبي ده أي طالب هيجي اللجنة يوم واحد بس للتعرف على اللجنة، وهيشوف البابل شيت وهيجرب واحد من الامتحانات. هوريكم الجدول دلوقتي. بقية الامتحانات بتاعت الطالب هيعملها من البيت بجدول برضه باستخدام الكلاود او السيم او اي حاجه، واحنا هننزلها كنماذج استرشاديه وحلولها بعد انتهاء الامتحان. بنعمل كده عشان نقلل الوقت المستهلك في الامتحان ده، لان الولاد بتحضر في الوقت ده، فيقدر هو يختار الوقت اللي يدخل فيه على الامتحان. هنعمل ده ازاي؟
الجدول بتاعه يمكن ده يبقى صغير شوية، هيبدأ يوم الاثنين 21/6 مش 12، هيبدأ 21/6 يعني بعد أسبوعين أو أكتر. المجموعة اللي عندها التابلت لو أنا علمي علوم أو رياضيات هنزل يوم الاثنين، لو أنا أدبي هنزل يوم الثلاث 22. همتحن المادة دي 3 ساعات في الظروف اللي زي اللجنة النهائية بالضبط، في نفس اللجنة نفس السيرفر، تابلت معايا والبابل شيت معايا، وهمشي ايدي في الموضوع ده. بقيت الامتحانات بتاعة الطالب لو هو علمي علوم علمي ادبي علمي رياضة موجودة في الجدول ده، هتستمر لحد 28/6 وهتكون متاحة يعملوها من البيت، عاوز يجي المدرسة يعملها اهلا وسهلا، يعملها من اي مكان، بس مش هنفرض عليه النزول للمدرسة تحاشيا للكورونا من ناحية وتقليلا للوقت المستهلك. المهم بالنسبة للطالب والتعرف على الأسئلة، فدي امتحانات بمدة زمنية زي الامتحان النهائي، وهتبقى متاحة في هذه الأيام من 9 الصبح ل9 بالليل. احنا في الآخر هننزل الامتحان نفسه والإجابة بتاعته زي ما عملنا في امتحان مايو، عشان يبقى عند الولاد ده يذاكروا منه برضو. ده من حيث الامتحان التجريبي. من حيث الامتحان النهائي، استقر الرأي على بدء الامتحان بتاع الثانوية العامة يوم 11/7 مش 4/7، يعني احنا أجلناه أسبوع نتيح للولاد فرصة أكتر للتحضير، فهيبدأ إن شاء الله 11/7. حضراتكم عارفين في العيد الكبير كمان في شهر 7، بإذن الله كل سنة وحضراتكم طيبين. الامتحان جدول الامتحان هنا مختلف لظروف كتير، ظروف كورونا، ظروف الوقت، احنا مبتدي متأخر جدا، يعني دي أول مرة 11/7 ده وقت متأخر أوي على الثانوية العامة بسبب التأجيلات وكده. فالامتحان ده جدول هننشره طبعا، لو كنتوش شايفينه على الشاشة، يعني الشعبة الأدبية والشعبة العلمية، هيبدأ للشعبة العلمية 21/7 بامتحان اللغة العربية، هيبقى فيه يوم فاصل سبت وبعدين 2/4 سبت، وبعدين هتيجي فترة أجازة عيد الأضحى اللي هي حوالي أسبوع أو يعني 4-5 أيام أجازة، وبعدين هنكمل بقية الامتحانات. كده الامتحانات تبتدي 10/7 هنا و11/7 للشعبة الأدبية، وتنتهي أعتقد 2 أغسطس للشعبة العلمية، امتحاناتها أطول، هتنتهي للشعبة الأدبية يوم 29/7 وتنتهي للشعبة العلمية يوم 2 أغسطس أو 2/8. الناس اللي هتتكلم على المدد البينية، احنا جماعة عندنا من أول السنة لحد 11/7 عشان نذاكر، اللي مستني يبقى في مسافة أكتر من يوم بين الامتحانات ده ما ذاكرش. احنا ما نقدرش نغير المدد دي أو نتكلم عليها كتير. ليه؟ لأن احنا هنخلص 2/8، لما نخلص 2/8 بنستنى أسبوعين على ما النتيجة تطلع والولاد تعرف نتيجتها عشان نعرف مين اللي هيخش الدور التاني، والدور التاني هيكرر فيه القصة دي كلها. كده هنوصل لأوائل سبتمبر أو نص سبتمبر، فأي تغيير في ده هيأخر دخول الجامعات كله، لسه التنسيق كمان، فإحنا اجتهدنا كتير عشان نوصل لده. هنا المدة البينية بين أي امتحان والتاني يوم بس، في بقى فترة في بريك في النص 5 أيام نحضر فيها للمجموعة اللي بعدها، وبكل ده كل المحاولات دي عشان نقدر نعمل 3 امتحانات تجريبي وبعدين امتحان نهائي، كان الحل الوحيد هو الجدول المتاح، واعتقد انه الجدول جيد جدا. الازمنه الموجوده عليه تنطبق على الطلاب النظاميين وطلاب المنازل، وان كان في اللجان اللي فيها طلاب نظاميين سيعطى وقت اكتر من المنصوص عليه في الجدول عشان نملى البابل شيت والتابلت، عشان كده بقول لكم يبقى في وقت كافي هنعلن عنه في التعليمات للجان. طبعا في جداول للثانوية العامة برضو لمدارس ستيم هننشرها النهاردة، وللطلاب المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، كل ده اتعمل وهيتنشر النهاردة. فاحنا كده اتكلمنا على جدول الامتحان التجريبي هيبقى بتاع 21/6، والامتحان بتاع الثانوية العامة يبدأ 10/7 للدفعة للأدبي والعلمي، أعتقد الأدبي يبتدي يوم متأخر، ف10/7 بدل 4/7. طبعا كان في أسئلة على موضوع التشعيب اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده،
القرار بتاع التشعيب انه دفعه الثانويه العامه اللي جايه اللي داخله في سبتمبر كما هي، لان ده وقت قصير جدا، يعني قصدي اللي داخل ثانويه عامه في سبتمبر لا زال يستطيع انه يقسم العلمي علوم وعلمي رياض، انما الدفعات التاليه من خريف 22 يعني اللي هم في اولى ثانوي النهارده ورايحين ثانيه ثانوي في سبتمبر، لما يوصلوا ثالثه ثانوي هيبقى ما فيهاش غير علمي وادبي، مش هيبقى فيه علمي علوم وعلمي رياضه. هندمج علمي علوم وعلمي رياضه في علمي بس. عشان نعنا نعمل ده ليه واخدين سنه علشان نطبق ده؟ لان دمج علمي علوم وعلمي رياضه يقتضي اعاده توزيع المناهج، خريطه المناهج عشان تتناسب مع القرار ده، ده مش حاجه سهله. احنا هنستغل الفرصه دي لتخفيف او اعاده النظر في مناهج المرحله الثانويه بشكل عام. ودي حاجة تسعد ناس كتيرة، ان احنا هنشيل منها الحاجات الزيادة، يعني هنحتفظ بمخرجات التعلم الأساسية ونخفض المحتوى كتير قوي على المقاييس العالمية لحد ما نظام التعليم الجديد ومناهجه تصل للمرحلة الثانوية. فاحنا خلال السنة من هنا لحد سبتمبر 22 نكون بنعد لمناهج مرحلة ثانوية معدلة، زائد بداية تطبيق نظام إلغاء التشعيب الفرعي اللي هو بتاع علمي علوم وعلمي رياضة، نخليه علمي بس بدءا من العام الدراسي 22-23. السؤال الأخير مرتبط بالتحسين أو تكرار الفرصة. واضح من الجداول اللي احنا حطيناها ان السنة دي في دور أول يبدأ 10-7، وفي دور تاني للي سقط في مادة أو اتنين هيجي بعديه بعد انتهاء الدور ده أسبوعين أو 15-16 يوم، ونكتفي بهذا القدر لأن تعدد فرص دخول الثانوية العامة محتاج تكييف قانوني بنعمل عليه حاليا. بس هذا العام هنكتفي بالدور الأول كما شرحناه، وبالدور الثاني اللي هو لمن أي حد كان مريض كالعادة، وده موجود طول عمره بس السنة دي بالذات عشان ظروف كورونا، أي حد عنده إصابة بعد الشر يعني بكورونا تمنعه من حضور الامتحان هيدخل الدور الثاني بعلامة كاملة.